اليوم كنتواجدوا في هذا المركز الاستشفائي الجامعي، في المركز الجامعي للصحه النفسيه اللي هو تابع لهذه المؤسسات اللي ذكرت. والمناسبه هي الاحتفال باليوم العالمي للصحه النفسيه، ومنظمه الصحه العالميه اعطت واحد المحور اللي هو الصحه النفسيه في العمل. هذه المناسبه ايضا اننا نحتفلوا بمرور سنه على انشاء هذا المركز، هذا سنة من الاندماج الفعلي في المنظومة الصحية نتاع بلادنا، وللرعاية بهذه الحالات هذه اللي هي بالأهمية بمكان. فهي فرصة أيضا إلى جانب المداخلات والتبادل النظريات والعلوم في هذا المجال بين الأخصائيين، هي فرصة اللي ما يمكنش تفوتنا باش نديروا واحد التحسيس للمواطنين بأهمية أننا بالأهمية ديال العيادة في أي حالة اللي يمكن يكون تكون عندها علاقة بمسائل نفسية، لأن النظرة خصها تبدل. اليوم ماشي اللي ترتد هذه المؤسسة راه خصنا نشوفوا واحد النظرة دونية، هو بعد ما كنا نمشيو من واحد الحالات بسيطة اللي أي مواطن ممكن يعيشها كضغط في العمل، ضغط نفسي، ضغط عائلي، ظروف خاصة، ظروف مرضية بعض الأحيان اللي كيخصها مواكبة نفسية. فهذه المسألة هذه مزيان أننا نعرفوا أنه راه ماشي تابو، ماشي مسألة خايبة أننا نرتادوا بحال هذه المؤسسات، بالعكس هذا الشيء كيمكن لنا نشخصوا بعض الأمراض اللي ممكن ترتب على أننا ما اعتنيناش بحالات نفسية بسيطة، ويمكننا ندمجوا الناس في ميدان العمل وفي الميدان الاجتماعي بطريقة صحيحة ونتفاداو معضلة كبيرة هي يعني الأمراض النفسية الخطيرة اللي كنعرفوا اللي يمكن يوصل لها الإنسان إلا ما اعتناش بالصحة النفسية ديالو. اليوم هو 10 أكتوبر، هذا التاريخ هذا هو اليوم العالمي للصحة، وهو أيضا عيد ميلاد مركز لوكاليبتوس للصحة النفسية. وفي هذا الإطار نظمنا هذه الندوة هذه اللي لو تيم ديالها كيدور على الصحة النفسية في مجال ديال العمل. حنا كمركز اللي متخصص في الصحة النفسية، الدور ديالنا هو أننا نخدموا هذه الصحة النفسية ونعالجوا الاضطرابات النفسية في جميع المستويات. يعني كنقدموا مثلا نتكلفوا بالناس اللي غيكونوا اوسبيتاليزي، وكنقدوا ايضا نتكلفوا بالمرضى عن طريق عياديات سيتادير دي كونسلطاسيون. ومن غير العلاج الوقايه من الاضطرابات النفسيه بالنسبه لنا هي مهمه، الشيء اللي كيخلينا كنعطيو اولويه كبيره واهميه كبيره للتنظيم ديال بحال هذه اللقاءات والندوات اللي كنحاولوا نفكروا بطريقه عمليه في حلول اللي تخلي مهني الصحه بصفه عامه ومهني الصحة النفسية يلعبوا دور اللي يخلي الصحة النفسية تكون أحسن فأحسن في جميع المجالات في الخدمة وفي الحياة بصفة عامة. ما نقدوش أمام أي اضطراب نفسي يبان لنا سبب واحد أو لا واحد اللي نقدروا نحطوا صبعنا عليه على أساس هو المسؤول. هي إشكاليات مركبة كيدخلوا فيها بزاف ديال العوامل، منها البيولوجي، منها السوسيولوجي، منها فعلا الدور اللي قدروا يلعبوه بعض المخدرات. وهذه المسألة هذه كتخلي أن التعامل مع حالة أو مع اضطراب نفسي كيخصنا نتعاملوا معه بالشمولية ديالو وبالخصوصية ديالو، لأن كل مريض بوحده وخصنا ناخذوا بعين الاعتبار الخاصيات ديالو. الفئة اللي كنت توافد عليها نساء أطفال أكثر من فئة؟ الوغ بالنسبه للمرضى ديالنا فهما من كينساميو الفئات اللي هي مختلفه، كاين لي زادولت الراشدين، كاين الاطفال، كاين المراهقين، والاضطرابات او الصعوبات اللي كيواجهوها واللي كيخليوهم يلجؤوا لنا حتى هي مختلفه. يقدروا يكونوا اضطرابات او صعوبات عندهم علاقه بالادمان، يقدروا يكونوا اضطرابات نفسانيه اخرى عندها علاقه بالخوف او لحالات اخرى، حالات ديال الاكتئاب او اضطرابات ديال المزاج. فحنا كاخصائيين وكاساتذه عندنا القدرة أننا نتعامل مع هذه الاضطرابات باختلافها، ونحاول قدر المستطاع نواكبوا المرضى ديالنا في الطريق ديالهم للشفاء أو الاستقرار. احنا مرة أخرى عاوتاني احنا أطباء، احنا أساتذة، وحنا نوسوم دي سيانتيفيك، يعني هي واحد الفئة ديال الاضطرابات اللي كطرح مشكل اللي كتخلي أن الناس اللي كيعانيوا منها ما يقدوش يعيشوا حياتهم
بسلام وبطريقه كما هما بغاو. والدور ديالنا هو اننا نفكروا كيفاش في جميع المراحل ديال هذه السلسله هذه، الوقايه، العلاج، المواكبه، نخليو ان هذه الاضطرابات ما نخليوهاش جوستمون الواقع ديالها يكون كبير بزاف. فهذه المساله هي مهمه وخصنا نتعاملوا معها بطريقه اللي تخلينا فعاليه. فوالا كيلعب واحد الدور اللي حتى هو ما نقدروش نستهنوا به، لان بعض المرات هذوك المحتويات اللي المريض في دارو كتقدر توصلوا الا كانت بقيمه اللي هي مزيانه والمحتوى ديالها في الصميم وما كاينين شي حوايج اللي هما مغلوطين، هاد المسائل هادو غادي يخليو هذاك الانسان يقول تيان واقيلا هادشي اللي كيهضروا عليه فيا، وقيلا خاصني نطلب المساعده. ف وقيلا هاد المسائل هادو بما ان كيتهضر عليها فهي ما بقاتش طابو، الا مشيت عند طبيب ولا عند معالج راه فهاد المساله ما فيهاش مشكل، لان كاين واحد الوصم اللي مازال للاسف تيصيب الناس اللي هما كيعانيوا من اضطرابات نفسيه. والدور ديال الاعلام هو تخفيف من هاد الوصم ونهضروا على الامور غير هي نهضروا عليها بشموليه بجديه وبتمكن في الموضوع، باش ما يكونوش عاود افكار اللي هما مغلوطه اللي ما تكون كونتر برودكتيف، يعني نكونوا في عكس داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه.